اليوم احنا بصدد حركة احتجاجية بعد ما تقريبا سد سبل الحوار. هذا الحوار اللي هو مفتوح ولكن تفرغ من المصداقية تاعه بعد عدة تذكيرات وبعد عدة جولات تبين بأن لا شيء ينفذ. هاد المسألة على مستوى المؤسسة ديالنا اللي هي يعني تنضوي اللي هي تحت جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء بكل هاد الزخم اللي عندها. هاد التنظيم النقابي له تقريبا ما يقارب 30 سنة وحصيلة كبيرة، وحنا ولفنا في التعاطي مع الإدارات هو أن الحوار مفتوح وأن عندنا حصيلة اللي بنيناها مع جميع المكونات. دابا نلمس أن التعاطي معنا سلبي. احنا فعلا كنحبوا فضيله الحوار ولا زال الباب مفتوح للتفاوض. مطالبنا مطالب مشروعه جدا. بعد كنطالبوا بوضعنا الاعتباري باحترام كرامتنا، بعد كنطالبوا بالتكوين باش نكونوا ناس باش تكون الموارد البشريه فعاله، فاش كنطالبوا بالاعتراف بالمجهودات ديالنا كعنصر اساسي كيضمن الصروره الاداريه تاع المؤسسه. فاحنا هنا كنحسوا باننا فعلا في حقنا المشروع، ووقفتنا هي وقفه سلميه محترمه داخل بهو المؤسسه كاشاره للاداره انها تبدل التعاطي ديالها معنا، يكون تعاطي ايجابي وتعاطي اللي هو فيه مصداقيه بهذا المعنى. يعني نحن نفتقد الى مصداقيه الحوار. هذه الوقفه هي فقط بدايه سلسله صعيديه. الى احنا ان شاء الله يعني واللي كنتمناوها ان التعاطي معنا يتبدل وان الحوار ياخذ المصداقيه تاعو، فان شاء الله احنا ما غاديش نحتاجه. ولكن احنا نحتفظ بحقنا في الدفاع على حقوقنا وعلى مكتسباتنا واننا نحدوا من هذا التراجع الخطير اللي حاصل دابا.